محطتنا التالية رح نفردها لمساحة اجتماعية وموضوع نناقش فيه بالغ الحساسية نتوجه فيه للأب عماد الأسرة واحد أهم العلاقة الأسرية، كيف تكون نمط العلاقة بينه وبين الأبناء وما هي أشكال هذه العلاقة والنمط الوالدي بين الأب المتسلط أو القاسي أو الهاوي، أمور رح نناقشها مع الاستشارية الأسرية هبة عرموس. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. يسعد صباحك يا هبة. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع يمكن شوي هو بديهي لكل أسرة، لكن في تفاصيل صغيرة بتهمنا أنه نعرفها، خاصة للآباء الجداد اللي ما عم يعرفوا يتعاملوا مع أولادهم بهذا العصر، مو مثل أيام زمان. وعم نسمع كثير من الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي عم تصير استغراب عند المجتمع السوري. فخلينا أول شيء نحكي عن الأب بالأسرة اللي هو ضابط النظام ومفتاح الأمان فيها. تماما. هلا أنا إذا بدي أقول أنه الأب ضابط نظام، فأنا صرت عم بحكي بمصطلح عدائي بضمن هذا الأسرة. ليش؟ لأنه أنا ببساطة اختصرت الأب بدور الأب لأنه هو يكون عمله رادار، يقوم بس قاعد لحتى يلقط أي غلط، أي بس هيك خروج عن الحدود لحتى هو يكون متواجد. وهذا أكبر غلط بتقول الأم، أنه أنت خليك على جنب، ما تتدخل إلا للأمور الخطيرة. طب ليش ما يكون تدخله أصلا جزئي ضمن العلاقة اليومية مع الأبناء، وممكن يكون تدخله حازم بالمواضيع اللي هي بتكون كتير خطيرة وكتير ممكن هي فيها تجاوز الحد. للأسف فعلا هذا الشيء اللي عم نسمعه وعم نشوفه، موضوع تأثير تربية الآباء على أبنائهم. يعني ببساطة نحن لما بنشوف هذا الأب عم يقوم ويعنف بنته بطريقة ما لحتى هي توقف أو تمشي أو أي شيء من القسوة معها، فهذا الشخص على قديش مربى؟ على أنه أنا أهلي لما كانوا يربوني كانوا يقولوا لي لما نضربك فنحن لأنه منحبك، لما بنضربك نحن لأنه منخاف على مصلحتك. هي عكس التربية اللي عاشها. فشو صار ربطنا؟ ربطنا مشاعر الحب مع الضرب. فنحن هذا الشخص لما كبر فهو شلون بده يعبر بالحب لأهل أولاده، يعبر الحب حتى لزوجته، لأنه مفاهيم عنده خاطئة. تماماً. فهو حتى نحن لما بنجي من في بعض الأهل بشوفهم أنا من كثر ما بيكون ابنه كتير هيك لطيف وكيوت بيعضوه هيك، يا الله شو بحبك، هو بس عضة قاسية. يعني العض مثلا أو الألم مع الطفل هذا ألم ومزعج، وهي شو عم تقول بحبك، فربط الألم مع الحب، فصار هو بيعتبر وكبر، فتبرمج الشخص على أنه أنا لما بدي حب الشخص الآخر فلازم ألمه. لما أنا لأني بحبه الأم بتضرب ابنك. هاي المفاهيم الغلط، الحب الحقيقي للأسف اللي فيه للأسف. وجع هبة، يمكن مثل ما قالت زميلتي زينب كثير عم نتفاجأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالات بعيدة أساسا عن المجتمع. ما رح نقول كان في عنف وما زال يعني لهلأ بالدول العالمية والأوروبية، مش فقط في سوريا. بس نحن ربينا على صلة الرحم، يعني الأب عماد الأسرة رب المنزل، في علاقة بتحسي أسرية جدا جميلة. اليوم عم نتفاجأ مع التطور، هي حالات العنف عم تزيد، ما عم تخف. يعني عم نشوف أب سليم بيكون بمكان اجتماعي مهم، عايش حياة سليمة، لكن يصدر منه يعني عنف تجاه أولاده بطريقة غير مفهومة، لأنه يعني عم نشوف حالات تؤدي إلى الوفاة. صحيح. يعني أب عم يضرب ابنه وتوفى. هون خلينا نحكي في أنماط أو أنواع. صحيح. للآباء، بس أنا بعتقد أنه هذا خلل نفسي، يعني ما فيني أنا صنفه أب متسلط أو قاسي، هذا الأب غير سوي نفسيا. تماماً. يعني ما فيني أدرجه تحت أي نمط. صحيح. موضوع الأب لما بيكون نحن لما بيجي يقول أنا أنماط من الآباء أو نماذج من الآباء، هذا اللي بيكونه ضمن الخط السوي، ضمن الخط الطبيعي. أما أنا يعني ما هتطرق بالحديث للآباء اللي عندهم أصلاً شذوذ نفسي، يعني في عندهم مشاكل نفسية هن عم يسقطوها لاحقاً بتربيتهم على أبنائهم، حتى علاقتهم مع زوجاتهم. صحيح. فأنا عم بحكي عن أنماط الآباء اللي هن فعلياً عنا. أول شيء في عنا الأب المتسلط مثل ما أنت حكيتي، هذا الأب بارع بأنه هو يخرج طفل منافق، طفل يسعى لأنه هو يرضي الآخرين ليحقق مصالحه. ليش؟ لأنه هو ضمن السلطة، اللي بدك يا حاضر، وشو بدك أنا بساوي لك، حاضر حاضر، من كثر السلطة ما عندك مجال ولا خيارات غير أنك تقول إيه، فهو حيقلك إيه بس هو من وراك حيعمل اللي بده إياه. هذا اللي منشوفه الشخص اللي بيكون كتير متسلط بينفذ، منشوف الطفل بينفذ كل شيء بده إياه الأب، وبيساوي كل شيء بده إياه هو الطفل برات البيت، فبيتفاجئ بيقول هذا مو ابني، أنا مو هيك ربيته. هدول منشوفهم شكا
بتعودوا من المدرسه بتقول بيقولوا لابنك مجننا، ابنك عم ينطوت، عم يحكي حكي مو طبيعي، عم في شيء غلط بالبيت، بتقول له عندي بالبيت غريبه ما بيعمل شيء من هذا. فهون عندنا اكبر مؤشر انه معناتها في سلطه بالاب وبالام. قد تكون هون لما نحكي اب الاباء فنحن نقصد اب وام، لما بيكون في سلطه فنحن اخرجنا طفل منافق وقابل حتى بالمستقبل ياخذه يرتشي ويفوت بهالقصص كلياتها. لما نحكي هلا عن الاب المهتم بعاملين، وهدول كثير بشوفهم العاملين اللي هن الرياضي والعلمي، هذا الشخص كثير بهم ابنه انه يكون هو الطفل اللي هو بيهتم بالرياضه علميا، بس هذا الشخص مزعزع اجتماعيا، مزعزع دينيا واخلاقيا، حنلاقي ما عنده حدود، مسموح للحدود كلها تجاوزها. هون عندنا نحن هشاشه ضمن البنيه النفسيه عند هذا الشخص وعند هذا الطفل. عندنا الاب الحازم، هذا الاب الصديق الحازم خليني اسميه، هذا الاب اللي واضح قوانينه، اللي واضح الخطوط الحمراء تبعه، وكثير ضمن المحميه، انت مسموح لك تتصرف شو ما بدك، بس في حدود بالاخير، في سياج بالاخير ممنوع انك انت تتجاوزه. هذا الاب كثير بيكون رفيق اولاده، مو قاعد على الغلطه ولا قاعد على المذله الوحده لحتى انه غلطت سويت، نطر بنته لتاخرت، انت اليوم تاخرتي ما عاد في طلعه، نزل فرمان، فبيبلش هو يتدخل بضمن تربيته، لا هو بيكون صديق، انه انت اليوم لاي ساعه حتتمي حتتاخري طمنيني عنك وقت توصلي. هذا الاب اللي بنلاقيه ما بيسال اولاده مين رفيقك؟ شو بيشتغل ابوه؟ شو اسم ابوه؟ هذا اسلوب تحقيقي تفتيشي. ارجوكم بعدوا عنه كل البعد، لانه الطفل حيعطيك تقرير باللي انت حابب تسمعه، حيعطيك اسماء الرفقات وهو صار يعرف تماما. الاطفال يعني الاولاد اذكياء جدا، بيعطيك شو الجواب اللي حابب تسمعه، بس الجواب الثاني بيتركه مخفي لحتى انت ما تحرمه من هذا الرفيق. خلينا نقول اليوم شو سويتوا؟ شو عملتوا؟ مع مين؟ والله شكله هذا رفيق يعني كثير اهله مهتمين فيه أكثر. تماما. موضوع الصداقه هلا نحن بنقوله، بس لما بتجي على الارض الواقع فورا بنقعد على عرش الابوه وبنقعد نحن شلون ابني عم يحكي معي بهالطريقه، فدغري بتخيل انه انا صرت كبيره بالعمر وابني عم يسيء الادب الي قدام الناس، فمبلش انا دغري هون بدي مارس سلطتي، بقول كلمه لا، خليني احرمه، خليني عزبه لحتى اعطيه اللي بده اياه، خليني مو دغري يشوفني سهله، مو دغري يشوفني هذا تماما. هذا الشيء اللي بخلينا ننتقل للنوع اللي هو النوع اسمه الاب المتساهل المدلع. هذا اللي شو ما بدك بعطيك، هدول اللي بتلاقيهم الاباء اللي بيتعاملوا مع اولادهم بالذات اللي هن طولوا لحتى انجبوا، يعني مو دغري جابوا اولاد، فبصير انه بدي اعطيه كل شيء، ما بدي اخلي شيء بعينه. انا ببشرك ايها الاب المتساهل، انت حتنتج طفل مرتشي، حتنتج طفل سارق خارج عن الاخلاق مثل الاب المتسلط. شو بينتج هالاب المتسلط اللي قاعد فوق ابنه بكل شيء عمله؟ في عندنا الاب المتشدد دينيا، هذا اللي بنشوفه الاولاد سمعوا صوت مفاتيح ابوهم بيقوموا بيوقفوا على السجاده، خلص هن عم يصلوا كرمال بابا، هن ما عم يصلوا كرمال الله. ليش؟ هو برايه انه اذا انا نميت الاخلاق والصلاه وضربت اولادي على الصلاه واصريت عليهم لحتى دينيا، انا هيك بكون انشات طفل محمي، خلص هو صار عنده رادع داخلي، هو مو عرفان انه اساس الانحراف لما انا بجبر طفلي على قيمة. تماما، لما بجبر طفلي على قيمة أخلاقية إرغاما عنه، لأنه أنا هيك عم بكون عم قله روح جرب الجنب الثاني اللي أنا منعتك أنك أنت تشوفه وتكتشفه. أكيد هبة، يعني مثل ما عم تحكي مبدأ الثواب والعقاب لدى الأهل، وكثير يمكن من التصرفات اللي بيعيشها الأب أصلا تنعكس على تربيته لأولاده. لكن خلينا نحكي هلأ عن الشيء المهم. هلأ كثير في من الأباء والأمهات جداد عندهم بيبيات جداد، يمكن أول طفل شوي ممكن يكون نقطة ضعف بالنسبة لهم، ممكن كثير مثلا بوجود عصر السرعة، مواقع التواصل، اليوتيوب، الفيسبوك، ما يقروا كتير بس ما يعرفوا انه التربية الغربية غير التربية اللي نحن تربينا تماماً. عليها. فخلينا نحط المعايير الصحيحة للتعامل مع الأطفال، من أي سن لازم نبلش بقى نتعامل معهم، كيف ممكن مثلا ما نخليهم يكونوا عنيدين، ما نخليهم يكونوا متمردين، بطريقة وأسلوب أبوي لطيف. هلا أنا ما أسمح لهم يكونوا عنيدين، فأنا هيك حساوي لهم خلل. خليني انت بتبدا تربيه الابن، تبدا تربيه الابن من لحظه اختيار الام. لحظه تختار الام الزوج انه هي مناسبه لتكون زوجتي ولا مناسبه لتكون ام اولادي. يعني انا بيجوا بيسالوني بالعياده انا ما بعرف كيف اختار، حسب اي معايير بدي اختار، انا ماني حاسس اختار، ماني عارفان كيف اختار الشريك. سؤال واحد، هل هي تستحق او هي بتقدر تكون ام اولادك؟ لانه بالاخير الاطفال والاولاد هن امتداد للابوين. صحيح. فهل هي تستحق ولا هي بس حلوه وبتجنن وبتاخذ العقل واو وكل شيء فيها بجنن بس ما بتعرف تربي الاولاد؟ خلينا ننتبه على هي التفصيله اللي هي الصغيره بس المؤثره على مدى العمر. معناتها
يبدا التربيه من لحظه اختيار الزوجه. مهم كثير فتره الحمل كثير تكون الام مراعيه لنفسيتها، مراعيه كثير 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 للكلمات اللي بتحكيهم مع ذاتها، لانه هذا الشيء بينتقل للطفل حتى باثناء الحمل. هو والجنين تماما. صارت عندنا الولاده وهون عندنا ابتدت المرحله اللي هي تربيه مباشره، يعني هو الطفل قدامي. ما بتصدقوا قديش اسمه العمر الذهبي من عمر صفر لاثنين. هذا مو عمر الكيغي والتغيير والبامبرز واللي انا بستعمي وشرب، لا، هذا عمر بناء الشخصيه الحد يعني الاساسي. هون الاهل اللي بيتركوا اطفالهم بهذا العمر من صفر لاثنين ما بينموا لهم اي ادراكات، هون هن عم يخسروا عمر كثير اساسي عند اطفالهم. يعني لما انا الطفل قاعد عم يبكي، وكل ما بكي انا بحمله، وكل ما بكي بروح لعنده، وكل ما بكي انا علمته اليه دفاعيه انه انت بتعرف تجيبني لعندك بس مجرد ما تعمل فلما بيبكي ابنك بالمول وماما بدي اشتري هاي اللعبه، فلا تقولي من وين جابها هاي العاده، انا ما عندي حدا من اولادي هيك سوا، انا ما حدا من اخواتي هيك عمل، احنا مو هيك ربينا. فخلينا نشوف انا امتى طفلي، هذا الشيء اللي بخلي الام تكون اكثر ثقافه وتتعلم طريقه انا بكاء ابني، هي البكاء بهي الطريقه، في نغمات للبكاء طبعا. في بكاء انا هذا هون جوعان، هذا هون موجوع، هذا هون نعسان، هذا الشيء ممكن ما بعمل تماما فورا بيجي بحمله وانا يا علي. وشو اللي بتخاف منه؟ بتخاف منه كلام الناس، ما في رحمه، كيف تاركة بنت أو ابن عم يبكوا وتاركة كلام الناس ماشي. ما بيخلص مش بس كيف التدخل بتربية البيبي، يعني أنت بتجيبي البيبي لا خليه يبكي، لا تخليه يبكي، حتى علاقة البيت الإحماء أو علاقة أهله مع أول ولد. هون معايير التربية قديش فعلا هي مسؤولية كتير كبيرة على الأهل. صحيح. ما حدا عم يوقف عندها. لما نقول نحنا جبنا بيبي نحن عم نخلق، يعني عم نخلق جيل جديد، لهيك لازم تكون مسؤوليه كثير كبيره على الاهل. وفي ثقافه لازم كثير، وفي ثقافه، لانه مثل ما قلنا لازم يكون في عنده شخصيه قويه، بس بنفس الوقت لازم في حدود. هي حدود مفاهيم اخلاقيه، مش حدود مثل ما بيحطها الاهل، لا ممنوع تطلع، يعني في مفاهيم تماما من الاخلاق نحن ربينا عليها. قديش فعلا قادرين اليوم، يعني عفوا، بظل التطور اللي عم نشوفه، لانه دائما مفهوم التطور مختلف، يعني ان كان بالبيئه العربيه او بالبيئه الاجنبيه، دائما نحن بناخذ يمكن مظاهر، كل الناس بتاخذ المظاهر تماماً. مفهوم التطور لا، مع التربيه انا بكون متحرر فكريا، هي بين قوسين هذا اللي عم نحكي. قديش قادر اليوم انا اكون متعامل مع ابني وفعلا يكون سليم نفسيا، لانه نحن عم نتفاجئ دائما في مشاكل نفسيه عند الاطفال من خلال تربيه اهلهم. تماما. انا اتفاجئ من طفله يعني اقصى اهتماماتها واقصى طلباتها لما بتساليها شو بدك، بتقلك انا بتمنى اهلي يحبوني. هي البنت مصروفها باليوم يتجاوز 5000. طفله عم بحكي عن انا اطفال صف رابع خامس، فقديش هي عم تتمنى اشياء والاهل عم يلبوا احتياج الحب بشيء ثاني. فكثير مهم مثل ما انت قلتي بظل هذا التطور، الطفل بالاخير شو بده؟ الطفل بده مشاركه، اشركني، يعني شاركني العب معي، مو اعطيني بس واقعد العب لحالي خلصت من ضوجته، لا عبر عن محبتك عن جد. والله انا برايي مشاركه الاطفال ضمن اللعب ضمن مهماتهم اليوميه، شو مشاركه؟ انت تمسكي كتابك، تمسكي شو عندك تحضير، هو يمسك كتابه، هي اسمه مشاركة. وضروري أقعد فوق رأسه أنا درست حفظت كتبت، هذا الموضوع المشاركة الأطفال، موضوع أنا واقفة بتطور، ورجيني هاللعبة اللي عم تلعبها، والله حلوة، ممكن ألعب معه حتى أنا بالبلاي ستيشن، ممكن أنا أقوم شاركه اللعبة اللي هو عم يلعبها، هو حيشوفني قريبة منه، هون حيفتح لي قلبه ويحكي لي أشياء اللي هي عنده إياها الصندوق الأسود اللي أنا كتير بحاجة فوت عليها، وأنا أبدأ هون علاج معه، أبدأ أنا هون مصالحة معه. نحن في بعض القصص بنستخدمها اللي هي اسمها القصص الاسقاطيه، لان احنا بنحكي قصه النهايه تبعها بتكون مفتوحه وبسمح للطفل هو ينهيها. هون انا كثير بتعطيني دلالات، هلا كاخصائيه كثير بتعطيني دلالات، فكاهل كثير مهم انت تعرفي اصلا هدول الاشياء البسيطه، مو ضروري انه تكوني دارسه انت تربيه لحتى تكوني متقنه لهم. مهم جدا تقري بهذا المجال، مجال التربيه، اذا انت قررتي تنجبي اطفال. نعم هبه، يعني اكيد كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها ان شاء الله بيستفيدوا منها المشاهدين. ودائما بنقول الاب دائما هو معناته الحنان والسند أكيد. والاحتواء لاولاده ولاسرته. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا اكيد بدنا نشكرك الاستشاريه الاسريه هبه عرنوس على وجودك معنا، ومثل ما قلتي لازم تكون واعيين جدا واصحاب مسؤوليه تجاه أكيد. اطفالنا، لانه هو العالم الاجمل لكن كمان الاخطر، فلهون بيكون في موازنه كثير قويه. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا.